حلقة النهاردة هنتكلم عن ترندز البيزنس لوك، يعني من الآخر كده نلبس إيه وما نلبسش إيه وإحنا رايحين الشغل. مش البنطلون بقى الأسود الكلاسيك اللي كلنا زهقنا منه ده، طلع إن فيه أفكار كتير جدا مختلفة وهتريحنا كتير لما نعرفها. وهنتكلم النهاردة كمان مع شهيرة فهمي، بطلة من بطلات صناعة الموضة في مصر اللي ابتدت قصتها من الثمانينات. يلا بقى نروح ونبتدي حلقتنا ونعرف كل التفاصيل دي. النهارده في ترندز هنتكلم عن البيزنس ستايل بتاعنا، يعني ايه البيزنس ستايل؟ يعني لبسنا في الشغل. طبعا ناس كتير جدا بتحتار وانا اولهم والله، هنلبس ايه في الشغل بكره؟ كل مره الواحد بيقول يا هلبس ايه، بالذات بقى يا جماعه بيبقى اصعب كمان لو اللبس فورمال، فاللبس بنبقى مش واخدين عليه ومش عارفين نعمل ايه، اشتري ده ولا ده، الواحد بيبقى محتار وبيحس وبيكرر نفسه كل يوم وبيبقى زهق. النهارده بقى هنتكلم نعمل ايه عشان يبقى لبسنا بيزنس ستايل حلو وشيك ومختلف في كل يوم. يعني احنا لو بنشتغل في شركه كوربريت مثلا فلازم نبقى لابسين فورمال قوي، عارفين بقى البنطلون الكلاسيك اللي ناس كتير زهقت منه، اهو البنطلون ده لازم نلبسه بكل الوانه طبعا. لكن نعمل ايه بقى عشان يبقى شكله مختلف؟ في اللي هي الحزامه اللي هي بيبقى فيها سلاسل، دي كانت موضه جدا في اوائل الثمانينات ورجعت موضه تاني اهو. ده بقى يدي كده ايه حركه كده شويه لشكلنا في الشغل وفي نفس الوقت نبقى لسه شكلنا فورمال. ومن الحاجات التانيه بتبقى لذيذه جدا في الشغل لو لبسنا جامب سوت وعليه بليزر. جامب سوت ده يا جماعه اللي هو بيبقى بنطلون وتوب كله كده ايه حته واحده، ده بيبقى مريح جدا وسهل كده، نقعدش ندور بقى هلبس ايه معاه، مع البنطلون او مع البلوزه، لا اي حاجه واحده ويكون عليها بليزر، بالذات لو الشغل بتاعنا بيطلب ان احنا نبقى لابسين نص كم او كم، فبالتالي البليزر هيحل لنا الموضوع ده. لو لبسنا من تحت كات بيبقى حلو قوي وشيك جدا كمان، وكله من جوه يبقى لون واحد والبليزر بلون تاني مختلف. ولو شغلنا في مجال كرييتيف شويه يعني لازم يكون عندنا ابتكار كده، ممكن نلبس حاجات شبابي شويه، يعني ممكن تحت البليزر بدل ما البس بلوزه او جامب سوت البس تي شيرت مثلا، تي شيرت قطن عاديه جدا. وفي الحالة دي ممكن مثلا الكعب بتاع الجزمة يكون سبورتي هيلز. يعني ايه سبورتي هيلز؟ يعني الكعب ده يكون معمول بأقمشة زي جزم الرياضة لكن في نفس الوقت الجزمة في الآخر بكعب، ده بيبقى حلو جدا وموجود في أماكن كتير وبيبقى شكله حلو قوي. وفي كمان على فكرة الكعب اللي هو بيبقى شفاف ده برضو لذيذ، ينفع فورمال وفي نفس الوقت تحسوه كاجوال شوية. وبالنسبة للشنطة ممكن الشنطة تكون باك باك، على فكرة مش باك باك زي الأطفال بياخدوه المدارس، لا بقى في حاجات دلوقتي باك باكس بس تبقى شيك وفورمال، تبقى معمولة من الجلود وفي أشكال وأنواع كتير، زي مثلا طبعا البراند المصري اللي كلنا بنفتخر بيه أختين، وبراند مصري تاني حلو جدا اسمه سخمت، الاتنين عندهم باك باكس تبقى حلوة نحطها على ظهرنا وفي نفس الوقت الشيك وكواليتي حلو جدا. وبالنسبة للرجالة هم طبعا بيحتاروا جدا هم كمان، بس أكتر حاجة بتحيرهم هي الجزمة، يلبسوها كلاسيك قوي ولا تبقى كاجوال شوية، طب يعملوا إيه وفي نفس الوقت عايزينها تبقى مريحة. في بقى جزم اسمها اللوفرز، الموديل ده من الجزم حاجة أوروبي كده بتليق مع كل حاجة، مع البدل مع بنطلون وقميص، حلوة جدا كمان على أي حاجة. اللوفرز دي بقى في منها كذا نوع، في هاش بابيز وفي بوبيز، شركات كتير جدا بتعملهم وبيليقوا على كل حاجة في الشغل وبره الشغل كمان. وبما اننا جبنا سيرة الجزم الرجالي، في براند مصري حلو قوي اسمه الاسكافي، الكواليتي بتاعتهم حلوة جدا ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة، ان فعلا لو الجزمة مش مريحة او الخامة بتاعتها حلوة هي لبستين وهتلاقوها بعد كده شكلها مبهدل ما بيبقاش ليها اي لازمة. البراند ده الكواليتي بتاعته حلوة والموديلات بتاعته حلوة جدا، وكلمة صنع في مصر دلوقتي مش بس بقت على كل لسان، بقت حاجة كلنا بنفتخر بيها. ودلوقتي خلونا نروح ونشوف قصة النهاردة بتتكلم عن ايه. بنت النيل الجميلة والجريئة اللي شافت ان الموضة وحقوق المرأة حاجة واحدة وكيان واحد. درية شفيق أول وآخر ملكة جمال ناشطة في حقوق المرأة في مصر. خليني أكلمكم عنها أكتر. هي اتولدت سنة 1908 وكانت جميلة وموهوبة من صغرها. درست الفلسفة في جامعة السوربون الفرنسية، وفي سنة 1935 شاركت في مسابقة لملكات الجمال، وده كان عشان هي شايفة إن الجمال مش عيب وإن مصر جاهزة للست المثقفة والمتعلمة اللي عايزة تبقى مودرن ومتفتحة على العالم كمان. كانت بتحب الشياكة والتايورات والفساتين الأنيقة كمان، وكان ليها تسريحة شعر معروفة جدا وكانت موضة قوي في أربعينات القرن اللي فات. اتشجعت أكتر وقررت إن هي تفتح مجلة اسمها بنت النيل عشان تكون شباك للبنات المصرية
بيطلوا بيها على العالم الحديث. درية كانت شايفة إن الست المصرية المعاصرة لازم تهتم بشكلها زي بالظبط ما بتهتم بثقافتها والتطوير من نفسها. المجلة دي كانت تحفة، مواضيعها لذيذة ومهمة، وقصص المواضيع فيها كانت فعلاً بيهتموا بيها كل البنات. كانت بتتكلم عن اللبس وعن المكياج وكمان الأسرة والمجتمع، وطبعاً المجلة كان فيها إعلانات لكريمات واهتمام بالبشرة، والإعلانات دي كانت حاجة أساسية في أي مجلة ليها قراء كتير. نشرت درية مجلة تانية بس المرة دي للأطفال، كان اسمها الكتكوت الصغير. كان فيها قصص لذيذة قوي ومسلية جداً، وطبعاً معلومات مهمة جداً. واحتفالاً بعيد ميلادها المئوي، جوجل أهدت الهوم بيج بتاعتها لدرية شفيق عشان العالم يعرف قصتها، وحتفضل دايماً صورتها في التاريخ الحديث مش بس بالأبيض واسود، لكن كمان بالجرافيكتس وبالإفكتس. شهيرة فهمي دخلت صناعة الموضة في أواخر الثمانينات. هي ما عملتش مجرد بوتيك أو محل، لا، هي عملت براند مصري كلنا بنفتخر بيه. لما نبقى ماشيين في الشارع ونشوف لبس معين كده بنعرف على طول إن ده ميكس اند ماتش، فعلا فخر الصناعة المصرية. هي بقى موجودة معانا النهاردة وهتحكي لنا عن القصة دي كلها من أولها لآخرها. ازاي حضرتك؟ ازيك؟ في الاول احب اشكر حضرتك جدا انك موجوده معانا النهارده في ستايل توك. انا عارفه حضرتك ما بتظهريش خالص في الاعلام، وحضرتك وقتك ضيق جدا عشان على طول بتشتغلي، فبجد ميرسي جدا حضرتك معانا النهارده في البرنامج. ميرسي لكم، يعني اتس ان اونر، شرف كبير جدا لينا. احنا انا بقى عايزه اعرف حضرتك، اول لما ابتديتي هل كنت عايزه تعملي تغيير في الموضه في مصر، تعملي حاجه جديده مختلفه مش موجوده، ولا ابتديتي كده قلت طب ما اجرب مشروع ونشوف هياخدني فين؟ ازاي حصلت البدايه؟ لا الحقيقه تغيير، كنت عايزه تغيير. كنت قصده من الاول؟ قصده مش بقول ان نكمل كل حياتنا بنقلد الغرب في موضتهم، واحنا برضو عندنا التراث بتاعنا وعندنا حياتنا، و ما ينفعش ان احنا ما نفكرش في ناحية تراثنا. صح لا. صح، ده اكيد. طب ايه اكتر حاجة في الاول كنت حضرتك بتسمعي الناس بتقولك عليها كفيدباك من الناس، اكتر حاجة عجبتهم لفتت انتباههم اللي خلى البراند يكون مميز؟ هو الميزة، يعني انا فاكرة اياميها طبعا من نص الثمانينات، يعني من بعيد يعني ما شاء الله، اياميها ما كانش في اي، يعني كان سهل الواحد يبتدي، ما كانش في اي براند تاني، ما كانتش معضلة قوي يعني اتدلعنا. بس اللي حصل ان كنت مضايقة قوي ان الستات كل اجسامها مختلفة، ما تقدريش تلبسي نفس الست، وكان ايامية كل حاجة بتتباع طقم على بعض وتاير، فما تقدريش تلبسي كل الاجسام حاجة زي بعض. ابتديت افكر طب احنا عندنا القطن بتاعنا المصري ده، الذهب الابيض بتاعنا طبعا هو الكتان، وممكن نعمل أطقم كتيرة قوي مختلفة، بحيث إن الست ممكن تنقي، تعمل ميكسينج اند ماتشنج بين الحاجة وتنقي اللي يليق على جسمها. صح، مش لازم تشتري طقم زي على بعض. ومن هنا جاء الاسم. من هنا جاء الاسم. البراند فعلا قدر ان هو يحافظ على نفسه وسط تطور كبير جدا في الشوبينج اكسبيرينس، يعني بقى في مولات، وبعدين بقى في اوبن دايز، الناس تسافر بره بقى وتشتري هدوم وتيجي تعمل اوبن داي وتبيع ماركات عالميه. بقى في دلوقتي كمان الاونلاين شوبينج، كل دي حاجات حصلت في المرحله اللي فاتت دي، وانتوا لسه برضو قادرين ان انتوا تطوروا نفسكم. عملتوا كده ازاي؟ هي خطوة خطوة، انت بتكبري مع السوق تلقائي، بس لازم تبقي مصحصحة للي بيحصل. أيوة. يعني لازم يبقى عندك انتنة كده، وتعيني شباب كمان عشان يعرفوا يجابهوا ويكملوا الموضوع معاكي. يعني الموضوع بسيط. طب الحمد لله. طب انا عايز اعرف السوشيال ميديا مثلا تحديدا فادتكم ازاي؟ فادتنا جامد، بقينا نبيع في العالم كله، الدول العربية كتيرة بيطلبوا، بنقدر نوصل أي حتة في العالم، يعني فات طبعا. بس الميزة إن إحنا كان عندنا محلاتنا قبل ما السوشيال ميديا وكده، فالناس عارفينا كواليتي وايز، يعني اللي بيجي لنا بيبقى عارف إن هو هيشتري حاجة هتعمر معاه. أيوة. وبعدين حتى لما يديها لعياله أو يديها يتصرف فيها، اللي بعده هتدوم معاه، بتعيش دلوقتي، بتعيش. واحنا ده مهم جدا في الموضه دلوقتي طبعا، الاستدامه اللي الكل بيتكلم عليها، لازم نبقى مراعيين قوي الانفايرمنت، يعني
البيئة نفسها لازم نراعيها، وفي نفس الوقت الحاجة برضو تبقى فعلا فلوسها فيها زي ما بيقولوا برضو، هذه مهمة برضو طبعا. واضح ان انتوا بتحاولوا تحافظوا على التراث المصري في الكولكشنز بتاعتكم، كولكشن ورا التاني ورا التالت كلهم يعني الانسبيريشن كده بتبقى جايه من الفراعنه ومن مصر عامه. بس مش بيجي مره كده وانتي بتجهزي الكولكشن الجديد تحسي ان لا خلاص مفيش افكار، الافكار خلصت؟ لا لا خالص، الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. لا اصل تراثنا غني جدا وتراث العالم غني جدا، احنا مش مقتصرين بس على مصر بس قد كده. انا متولعه مصر ان عمال اعمل في مصر، بس ساعات ممكن نشيت نروح بيرجا مثلا ولا نروح، بس لا المصري غني جدا بتراثه فجميل يعني. وبعدين حتى لو احنا مش عايزين تراث قوي، مفكرش قوي في التراث، برضو مغرمه بارض مصر يعني. ممكن ابص على الجبال في البحر الاحمر او في سيناء او واحلم في الجيولوجيا بتاعت الارض واحلم، لان غنيه في كل حته تشوفيها، صح، بحر، جبال، شمس، هواء، يعني جميله طبعا. يوم حضرتك بيمشي ازاي؟ بتروحي بنفسك المحلات دايما ولا المصنع ولا بترسمي بس في المكتب ولا بتعمليه ازاي؟ لا المصنع كل يوم، يوميا مع العمال. يوميا مع العمال بتبشري بايدين حضرتك بنفسك على انا الحاجة. هنا بقى لازم اقول حاجه، لان يعني هو المتحف والدتي. ممكن طبعا اتفضلي. عايز اقولك ان الميكس اند ماتش ده كله بنى على كتافها مش كتافي انا. فعلا يعني انا ديزاينر وطبعا دايما معاها، يعني اتس فاميلي بزنس. هو والدي لما هي كان والدي كان في الخارجيه وكنا بنسافر دايما 4 سنين بره ونرجع سنتين في مصر، فهي عمرها ما اشتغلت في حياتها، كانت حرم حد في الخارجيه وعزايم، وعمري ما شفتها مره بتقول لوالدي مثلا لا ما تجيبش الناس، ما عنديش حاجه تتاكل، ولا حتى لو ما عندهاش مدبره وتخش وتعمل حاجه من لا شيء. فلما والدي طلع المعاش انا كنت هسافر ادرس في امريكا، انا درس علم نفس جامعه امريكيه، بس كنت عارفه ان مش ده اللي عايز اعمله، عايز ادرس ديزاين. فاخر سنه وانا بتخرج كان ابويا طالع المعاش وهي عارفه ان انا عايزه اسافر، ففتحت مصنع عشان تقعدني، عارفه ان انا بحب الديزاين يعني. فالقصه كلها ابتدت عشان يقعدوكي في مصر. يقعدوني في مصر. فحصل ان احنا عملنا سمول كولكشن وكنا بنوزعها على المحلات، ولقينا فيه ديماند جامد جدا. السوق كان محتاج حاجه زي ما فتحت شقه في الزمالك دي، عملت خط انتاج على طول يعني، مش مشغل مش حاجه زي خط انتاج، ودخلت في ومن هناك نقلنا على البراجيل. يعني عندنا 10 سنين من نقلنا على البراجيل 10 سنين، رحنا 6 اكتوبر 10 سنين تانيين، و10 سنين 6 اكتوبر كانت حلوه لانها معفيه من الضرايب اول 10 سنين، فالشغل كان حلو، بس احنا وقعنا في فتره فعلا. ليه بقى؟ كان ايه سببها؟ وقعنا في فتره لما الاستيراد اتفتح ودخلوا النسيج، مش المودلز، ما كانش عندنا مشكله في موديلاتنا، عندنا مشكله في الخامات، ان ازاي هتنافسي كمان جايه من بره اسعارها، هم طبعا بيعملوا ماس برودكشنز اسعار رخيصه جدا، واحنا حاجتنا بقت غاليه ان كومباريزن، فعشان ننافس لازم نستعمل الحاجات دي. الحاجات دي بقى في منها سينثيتك وبوليستر واكريليك وجايه من تشاينا وتايوان وهونج كونج، تبقى تقعي من الكرسي لما تتفرجي على العينات اللي بيوريها لك الفضلات اللي عنده. فانا ساعتها ما قدرتش اكمل الصراحه، انا يعني قلت لهم بصوا انا 10 سنين معاكم قومت وبقى عندكم 22 محل، كان عندنا 22 محل، وهي كان املها ان هي تحسن الذوق بتاعت الفتاه الجامعيه وتديها حاجه تعرف تلبسها تكون عملية، لأن الستات لازم يبقوا عمليات النهاردة طبعا، ما ينفعش إن إحنا نلبس حاجات تعوق حركتنا ولا تعوق إحنا يعني. ففكرتنا تحسن الفتاة الجامعية وفتحنا المحلات وفي طنطا والمنصورة وبعدين بدخل القماش المستورد، أنا ما قدرتش أشتغل يعني. أنا بالنسبة لي أنا ديزاينر، مش يعني ما ببصش من ناحية المادية قوي قد ما ببص من ناحية الفنية. فطبعا انهارت. وحاولت شوية شوية بعدت منهم، فقعدت 10 سنين بعمل انتيرير، والانتيرير بتاعي كان يشبه قوي هدومنا كله فعلا من التراث، وبسطت في المجال قوي ده 10 سنين. بس لما لقيت ميكس اند ماتش عمال يقع، وده أول بيبي عندي فقالوا لي رجعي، قلت لهم طب على شرط نرجع كل حاجة مصري تاني، قالوا لي زي ما انت عايزه يلا. فرجعت رجعت كله مصري تاني،
الحمد لله بقينا نصنع يعني بناخد من القطاع العام اللي انا كان نفسي طول عمري حلمي ان القطاع العام ده يقوى ويتحسن, ولو مش احنا اللي هنعمل مين هيعمل بيه يعني. صح صح. رجعت اشتغلت مع القطاع العام, اخدت منه كل حاجه خام وباخدها اماكن تانية بقى بسبخها واطبخها وبعدين بفصلها, وده بيعمل شغلانتنا صعبه قوي طبعا. بصعب الدنيا, بس حضرتك عايز تطلعي احسن حاجه بالزبط. فعشان كده بتتعبي اكتر, بس أكتر. اهم حاجه تطلعي بنعملها from A to Z يعني لحد ما بتوصل المحل, وحتى المحلات محلاتنا يعني كلها واخده نفس شوفي احنا في الثمانينات وكانت كل حاجه طبيعي يعني المحل كان الارض بازلت, الحيطان كانت دهارة, الحديد ما كانش فيه بقى السيراميك والألوميتال فكنت دايما بعشق الطبيعي اللوكل اللي طالع من بلدنا. الله الله الله, يعني قصة مصرية قوية صراحة. طب بتحسي بإيه لما بتسافري بره وبتلاقي كده مكتوب صنع في مصر على هدوم كتير؟ يعني احنا بقينا بنشوف ده بره مصر يمكن كتير جدا جدا, بتحسي بإيه ساعتها؟ طبعا منتابعها جدا يعني قوي, فخورين يعني ونفسنا نشوف ده اكتر واكتر بس للاسف ما بشوفوش كتير في الحريمي, بشوفه في اطفال رجالي ملايات حاجات فرش بيت يعني لسه عايزين حريمي نقوى ان شاء الله. ان شاء الله. التصميمات الرجالي عندكم جريئه جدا, هل ده يا ترى بسبب ان انتوا شايفين دلوقتي ان الراجل بقى متفتح اكتر في طريقه لبسه, ولا انتوا شايفين ان ليه لا ايه المشكله احنا اللي هنغير طريقه تفكير الرجاله المصريه ونعرفهم ان ده لبس برضو يليق عليهم هم كمان, ايه المشكله؟ والله الرجاله دول مظلومين قوي. مش يعني قوي والله بس ماشي. هم كمان لهم نفس يعني, وبعدين احنا قدمنا ايه؟ قدمنا حاجات من التراث. يعني ما هو الراجل السروال متعود عليه, العبايه متعود عليها, الجلابيه متعود عليها, بل بالعكس كانت وحشاه لان ما كانش لاقيها سلام على الجلابيه الكتان او الجلابيه القطن. لا لقيت اقبال جامد يعني فعلا. احنا جربنا كابسول كولكشن صغيره وما زالت هي صغيره مش كبيره يعني, فكنا بنجرب ولقيناها ماشيه, فان شاء الله نكبر بقى في الرجالي كمان يعني ان شاء الله. ان شاء الله. انا عارفه ان حضرتك صديقه مصممه الحلي عزه فهمي, في حاجات كتير جدا بتجمعكم زي بعض, نفس الاجتهاد في الشغل, انتوا الاثنين موهوبين وبتجمعكم كمان صداقه كبيره جدا, احكي لي اكتر عنها. سلام لما تقارنيني بعزه يعني كتر خيرك. لا طبعا اكيد اكيد انتوا الاثنين يعني الاتنين انا بقى فخوره بيها جدا, احنا بنفخر بيكوا انتوا الاثنين في مصر الله الصراحه. الله يخليكي الله يخليك. هي يعني احنا في صداقه بتربطنا فعلا مش من العيله يعني بس روحانيه يعني, بتكلمني كتير قوي بتنصحني, زبونتنا حلوه قوي, اتعرفت على مديره المصنع بتطلب منها دايركتلي اللي هي عايزاه. لا بتشجعنا يعني جميلة يعني جدا, هي وبناتها بموت في بناتها كمان يعني أمينة وفاطمة برضو حاجة فخر يعني كلهم كعيلة كده حاجة حلوة ما شاء الله عليهم. الله أكيد أكيد ما شاء الله. حضرتك برضو بتشجعي الستارت ابس زي ما بيقولوا اللي هم لسه مصممين الديزاينرز المصريين لسه طالعين, يعني اخر كولكشن لحضرتك كان معاكم كولابريشن مع بولغا اللي هم الاحذيه عندهم حاجات لذيذه جدا وبرضو فيها الستايل المصري بس هم لسه بيبتدوا, فبتختاروا ازاي الناس اللي تقفوا معاهم وتدخلوهم معاهم وتساعدوهم ان هم كمان يكبروا, بتختاروهم ازاي؟ شوفي يعني هو دايما لازم يكون في كوز بالنسبه لنا, بنحاول دايما نساعد الاسر المنتجه, بنحاول نساعد السيدات في مهن يقدروا يشتغلوها في بيوتهم فاعجبت جدا ببولغا لان هما بيساعدوا اسر يعني احنا لما ابتدينا معاهم كانوا 3 اسر دلوقتي بقوا 10 ان شاء الله بكره يبقوا 20 50 100 يعني, لان واول ما عملناه سواء في البولغا او في الشنطه برضو اقبال حلو قوي من الناس ودي هي. كلها معموله على الايد وبتاخد مجهود رهيب فيعني فلازم يكون وراهم هدف او هيساعدوا حد, هو ده اللي انتوا هي دي الناس اللي هتقفوا جنبها وبتبقوا عايزين تشتغلوا معاها بالزبط. وتساعدوها اكتر فعلا طبعا. وهو دلوقتي هو الزمن بتاع الكولابريشنز يعني ما الشباب ما يقدروش لوحدهم ما عندهمش الوسيله اللي يوصلوا الديزاينز بتاعتهم, فاحنا الحمد لله يعني عارفين نقوم قد ما نقدر وان شاء الله هيبقى في اكتر يعني ان شاء الله. ان شاء الله.
أستاذة شهيرة، أنا بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معنا النهاردة، يعني فعلا سعيدة أني قاعدة مع حضرتك. طبعا كلنا تربينا على البراند اللي حضرتك عملتيه في الثمانينات، فسعيدة وفخورة أني أخيرا قاعدة قدام حضرتك وبتكلم معاكي وبنتكلم عن حاجة مصرية كلنا بنفتخر بيها. مرسي قوي قوي قوي، ومرسي أن أنتوا جبتوني، لأن ده برضو بيديني يعني زي نوع من التكريم كده. ده أكيد، ده أكيد شرف كبير جدا لينا. مرسي لحضرتك، مرسي قوي قوي، شكرا. خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا، هنستناكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.